في مستهل فبراير يحتفل العالم باليوم العالمي للحجاب بهدف تغيير الصورة النمطية للنساء المحجبات ورفع الوعي حول الحجاب وتعزيز التسامح الديني. فكرة الاحتفاء باليوم العالمي للحجاب انطلقت في عام 2013، حيث جاءت الفكرة من نظمة خان التي تقيم في ولاية نيويورك الأمريكية. وتحت هاشتاجات عدة شاركت النساء المحجبات بشعورهن والتعايش مع الحجاب وفخرهن بارتدائه لإبراز هويتهن المسلمة، متبادلين عبارات التشجيع ليجدوا من أزر بعضهن أمام ما يواجهنه من انتقادات يعيشونها خاصة في دول الغرب. كما شددت النساء على أن الحجاب هو عبارة عن غطاء للرأس فقط، لا يحجب عن أذهانهن العلم والنجاح والحضارة. كما يمثل هذا اليوم دعوة لجميع الفتيات المسلمات وغير المسلمات للبس الحجاب وإظهار المحبة والتعايش بين أطياف المجتمع.